للأسف الشديد الاعتداءات تبع القيام الصهيوني، الجيش تبع القيام الصهيوني ضد الشعب اللبناني، ضد الدولة المستقلة اللبنانية، وضد السكان، خاصة ضد السكان جنوب لبنان. هذه جريمة حرب، هذه جرائم حرب. هذه الحرب هي نتيجة غفت الصهيوني بالاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية في فلسطين، وبالإضافة هم بينفذوا حرب ضد المسلمين، ضد الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس الشريف. وبالإضافة هلا بدهم يحتلوا جنوب لبنان. الهدف تبعهم هي كل المسلمين، كل العرب سوف يكونوا تحت السيطرة تبعهم. أولا نحن ندين الاختطاف الحكومة الشرعية الفلسطينية اللي هذول الممثلين الشعب الفلسطيني نجحوا بالانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي الفلسطيني. وهذه الانتخابات كانت قانونية تحت سيطرة تحت إشراف تبع مراقبين دوليين. وهذه الاختطاف تبع الممثلين أبناء الشعب الفلسطيني هو غير شرعي وضد القانون الدولي. أنا شخصيا أنا استقبلت مع رئيس المجلس التشريعي الأستاذ عزيز دويك، الله يحييه. هو حكى معنا اللي أبناء الشعب الفلسطيني بشكل خاص وكل المسلمين فيش عندهم أي شيء ضد اليهود بشكل عام. بالعكس هو ذكر اللي بالوقت اللي المسيحيين ذبحوا أبناء الشعب اليهودي في أوروبا من حمالهم المسلمين. نعم. في الاتراك، المسلمين الاتراك في مغرب وفي فلسطين خاصة. وقال لي اذا ان شاء الله لما سوف يكون تفكيك سلمي تبع القيام الصهيوني المحتل في فلسطين، نحن نعيش مع بعض تحت جناح المسلمين في الاحترام بالسلام وبالتعايش تحت سلطة اسلامية مثل ما كان قبل 100 سنة ان شاء الله. بالنسبة للدين اليهودي نحن لم نعتبر تلك هذول اليهود كيهود. الصهيوني هو كافر لانه هو ما بيعترف بالامر الالهي اللي مكتوب بالتوراة. يا اختي حبيبتي، اول شيء انت لازم تعرفي الحياه تبع يهود تحت الجناح العرب وتحت السلطه الاسلاميه هذا مش شيء جديد. نحن كنا عايشين مع بعض بسلام وبالتعايش تحت الملك الكبير الخليف عمر بن الخطاب والخليف المامون والخليف عمر علي ابن ابو طالب، وكما في حياة النبي محمد كمان نحن كنا عايشين في السعودية مع بعض مع المسلمين بالتعايش. هذا مش شيء جديد. الصهيونية العالمية بتجيب لي اذا هذا شيء جديد اللي اليهودي مش راح يقدر يعيش تحت السلطة العربية. بس انا لازم اذكر لك في مغرب، في دولة مغرب في 25,000 يهود عايشين بالسلام وبالتعايش مع سكان المغرب تحت سيطرة، تحت سلطة عربية إسلامية.